السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة معانا موقع استثماري لمدة نص ساعة، الموقع لسه جديد. قبل ما حد يسجل فيه المواقع دي احنا بنجازف، بنحط المبلغ يجي يا ما يجيش، بس احنا انا جربته ودفع لي. بتحط المبلغ لمدة نص ساعة بيديك 20%. انا مش مسؤول عن اي حد، يعني ايه يستمر، هي وديعة او اتنين مش اكتر. زي ما انتم شايفين الموقع لسه بادئ النهاردة الساعة 9، المستخدمين 239، دفع 1919 روبل. تحط رقم المحفظة وتعمل تسجيل دخول. ادي او الوديعة اللي انا حطيتها اهي، حطيت 10 روبل، ربحت 2 روبل، 12 روبل، وهحط كمان 10 روبل تاني وهقف انا على كده، مش هستثمر تاني. انا كبيري وديعتين في المواقع ديت، محدش يسألني لو عمل اكتر من وديعتين. وبعد كده ايه، هنخش نعمل ايداع. ايداع انا بكشف لكم على الموقع الاول، لو جيتوا كويس بيدفع اهو. حطيت كده الوديعة التانية، الوديعة الاولى سحبت والوديعة التانية شغالة، وبكده يعني ايه، يعني ايه وديعة او اتنين. الرابط هيتحط النهاردة بس، وهشيله كام ساعة وهشيله. وبكده يكون انتهينا من الشرح. ما تنسوش تدعمونا بلايك، والناس الجداد معانا يشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس ليصلوا كل جديد. محدش يطمع يا جدعان ويزود اكتر من وديعة او وديعتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.